أحييكم أعزائي التلاميذ وأقدم لكم برنامج سين جيم المخصص لتلاميذ الصف السادس لمادة التاريخ. في بداية البرنامج أقدم وأتمنى إن شاء الله النجاح الدائم لتلاميذنا الأعزاء. يشاركني التقديم الست فاطمة، فأهلا وسهلا بها. تتقدم ست فاطمة بطرح السؤال الأول. الآن السؤال يقول: قسم العثمانيون الوطن العربي إلى وحدات إدارية سميت بالولايات، ما هي أهداف هذا التقسيم؟ نعم أعزائي التلاميذ، احنا ذكرنا أنه الدولة العثمانية استمر حكمها تقريبا 4 قرون، ومن احتلت الوطن العربي ما السبب في تقسيمه إلى ولايات؟ كل دولة عربية قسمتها إلى ولايات وجعلت على كل ولاية والي، ما الهدف من هذا التقسيم؟ أعزائي، ليسهل عليها حكمها وأيضا القضاء على الثورات والانتفاضات اللي تحدث في أي بلد وفي أي ولاية، لما يكون في ولاية تكون صغيرة بحيث تحكم السيطرة على هذه الثورة أو هذه الانتفاضة، فقسمتها إلى ولايات ليسهل عليها حكمها. السؤال التالي أعزائي التلاميذ يقول: علل. بدأ التوسع العثماني في أوروبا ثم اتجه نحو الوطن العربي. أعزائي التلاميذ، احنا ذكرنا في بداية دراستنا للدولة العثمانية، في بداية تكوين الدولة العثمانية اتجهوا غربا نحو أوروبا وبدأوا باحتلال دول في أوروبا، وصلوا إلى فيينا. ما السبب في ذلك؟ أنهم توجهوا غربا ثم غيروا رأيهم وتوجهوا نحو الوطن العربي. السبب في ذلك بسبب احتلال الصفويين، احتلال العراق. لما احتلوا الصفويين العراق في عام 1508 كان هذا الاحتلال يشكل تهديدا للعثمانيين، لذلك أرسلوا جيش واصطدم هذا الجيش مع العثمانيين مع الصفويين في معركة فاصلة تكلمنا عنها، هي معركة جال ديران، ووقعت هذه المعركة في شمال إيران وانتصروا العثمانيين على الصفويين. إذن ما سبب في ذلك؟ لوقف زحف الصفويون نحن والوطن العربي. أعزائي التلاميذ، نأتي الآن إلى مجموعة من الفراغات. أولا، قسم العثمانيون الوطن العربي إلى وحدات إدارية سميت بفراغ، الجواب الولايات. ثانيا، إن أهم العوامل التي أدت إلى تطور الحركة الفكرية العربية هي أولا البعثات العلمية، ثانيا تأسيس المدارس الحديثة. ثالثا، من أهم الجمعيات العربية التي قاومت العثمانيين أولا فراغ، ثانيا فراغ. أولا الجمعية القحطانية، ثانيا جمعية العهد. رابعا، استمر حكم العثمانيين للوطن العربي حوالي فراغ 400 سنة، أي 4 قرون. خامسا، من واجبات الوالي أولا فراغ، ثانيا فراغ. أولا المحافظة على الأمن والنظام، ثانيا أخذ الضرائب من الشعب. سادسا، من أبرز المصلحين والمفكرين في الوطن العربي هم أولا فراغ، ثانيا فراغ، عبد الرحمن الكواكبي وعبد الحميد الزهراوي. في بداية القرن العشرين يعني العراق أيضا كانت الدولة العثمانية هي اللي مسيطرة تقريبا 4 قرون على الوطن العربي ومن ضمنه العراق، وبعد خسارة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى عام 1914 واللي انتهت في عام 1918 أصبح نصيب الاحتلال البريطاني، أصبح حصته العراق من ضمن حصصه اللي أو الدول اللي سيطر عليها العراق. فالآن راح نوجز لكم ما عاناه الشعب العراقي في ظل هذا الاحتلال، الاحتلال البريطاني على العراق. أعزائي، اللي بريطانيا كانت لها مصالح اقتصادية وأيضا مصالح سياسية في العراق ترجع إلى فترة بعيدة من زمن،
وكان تطمع في فرض سيطرتها على العراق، إلا أنها لم تتمكن في تحقيق ذلك إلا بعد قيام الحرب العالمية الأولى، حيث وضعت خططها هذه موضع التنفيذ، فنزلت القوات البريطانية في البصرة في عام 1914. إذن جاءت عن طريق البحر ووصلت سفنها البحرية إلى البصرة في عام 1914، هذا الوقت كان بداية الحرب العالمية الأولى. ثم توجهت نحو بغداد واحتلت بغداد في عام 1917 بعد 3 سنوات من احتلالها لمدينة البصرة. وفي عام 1918 احتلت الموصل، فأصبح العراق الآن خاضع للاحتلال البريطاني. أعزائي التلاميذ، عانى الشعب العراقي في ظل الاحتلال حالة كحال أي دولة عربية خاضعة للاحتلال أو للمستعمر. وفي ظل الاحتلال البريطاني عاش ظروف قاسية تمثلت أولا في قمع المعارضة الوطنية بشدة، وأيضا إجبار المواطنين بالعمل في المعسكرات البريطانية بدون مقابل، وما سميناه السخرة. السخرة هي العمل في المعسكرات البريطانية بدون مقابل، بدون أجر. وأيضا فرضت الضرائب الثقيلة على الشعب العراقي، والسبب في ذلك لتغطية الجزء الأكبر من نفقات الجيش البريطاني في العراق، وأيضا استخدام الأجانب في الوظائف الإدارية المهمة دون إشراك العراقيين فيها. فنقضت بريطانيا أعزائي التلاميذ كل عهودها ووعودها للعرب بصورة عامة والعراقيين بصورة خاصة، وهذا هو شأن المستعمر دائما، مثل ما يقول نشبع الوعود لكن عند التنفيذ يكون القليل أو لا يوجد أي شيء على أرض الواقع. سؤال آخر تتوجه به الست فاطمة، علل الاحتلال الفرنسي لمصر. نعم، الآن نجاوب أعزائي التلاميذ على هذا السؤال، لماذا احتلت فرنسا مصر؟ في دروس سابقة تكلمنا أنه نابليون بونابرت احتل مصر في عام 1798، وجاء بإسطول كبير من فرنسا وتوجه على هذه الدولة اللي تتميز بموقعها المهم بالنسبة للوطن العربي. فالجواب على ذلك بسبب وفرة خيراتها وكثرة خيراتها، وأيضا موقعها الجغرافي المسيطر على طرق الملاحة، وأيضا موقعها المهم بالنسبة للقارات الثلاث. لو نجي على مصر نشاهد مصر تقع بين تقع في ضمن قارة أفريقيا هي، وأيضا قارة آسيا، وأيضا من الشمال أوروبا. إذن هي تقع مثل يقولون بالسنتر أو الوسط، وسط الوطن العربي، فلهذا موقعها المتميز المهم جعلها محط أنظار الدول الطامعة، وفي مقدمتها كانت فرنسا اللي قاد حملة كبيرة على مصر واحتلها. والسبب الثاني أيضا أعزائي التلاميذ أنه لماذا نابليون بونابرت احتل مصر، أيضا كان له هدف أنه ليضرب المصالح البريطانية المنافسة لفرنسا. بريطانيا أيضا كانت متوجهة ومخططة لتحتل أنه الوطن العربي، فجاء بحملة كبيرة واحتل مصر، وذلك عام 1798. أبنائي الطلبة، السؤال التالي يقول، ما هي أسباب الاحتلال الفرنسي للجزائر؟ أعزائي، الجزائر كما ذكرناها ولقبناها بلد المليون شهيد، وتستحق هذا اللقب. أعزائي، السبب أولا لو نجي على الجزائر أنه هي من دول شمال أفريقيا، من الدول العربية اللي تقع شمال أفريقيا، موقعها المتميز أيضا على البحر المتوسط، وأيضا كثرة خيراتها، هذا سبب مهم جعل الاستعمار الفرنسي يوجه أطماعه وأنظاره وأطماعه على هذا البلد العزيز من أرض الوطن العربي. أما الحجة اللي اتخذتها فرنسا حتى السيطر على الوطن العربي أنه حاكم الجزائر الداي وجه إهانة إلى القنصل الفرنسي، إحنا نسميها حادثة المروحة،
زين. فالسبب هو كما ذكرنا إهانة القنصل الفرنسي، أنه حاكم الجزائر وجه إهانة إلى القنصل الفرنسي، فاتخذت هذا الأمر حجة وفرضت الحصار على سواحل الجزائر. استمر هذا الحصار 3 سنوات وأعقبها احتلال الجزائر، وذلك عام 1830 ميلادية. أعزائي التلاميذ، والآن مع التعليل التالي، ما هي أسباب الاحتلال الفرنسي لتونس؟ أعزائي، لو نجي على تونس الآن نشوفها أيضا من الدول التي العربية اللي تقع شمال أفريقيا مجاورة للجزائر، أيضا تقع على البحر المتوسط، لأهمية كبيرة توجهت إليها أنظار الاستعمار الفرنسي بعد احتلال الجزائر، توجهت أنظارها نحو تونس، وأيضا السبب كثرة خيراتها وموقعها المهم على البحر المتوسط. لكن الحجة اللي اتخذتها فرنسا لتحتل هذا الجزء من الوطن العربي أنه انتقال بعض القبائل العربية التونسية عبر الحدود التونسية الجزائرية لمساعدة الثوار الجزائريين. إذن انتقال بعض القبائل العربية التونسية عبر الحدود التونسية الجزائرية لمساعدة الثوار الجزائريين، فتوجهت بهذه الحجة وأيضا توجهت نحو الجزائر على تونس، احتلت الجزائر وبعدها احتلت تونس في عام 1881. والسؤال التالي أعزائي التلاميذ يقول: ما هي أسباب فشل نابليون بونابرت باحتلال مدينة عكا في فلسطين؟ أعزائي، السبب في ذلك أنه المقاومة الشديدة اللي خاضها أو قام بها شعبنا العربي في عكا. ولو نرجع إلى التاريخ إلى الوراء نشوف أجدادنا العرب في فلسطين أيضا قاوموا الصليبيين من قبل، والفرنجة الصليبيين اللي كانوا جايين من أوروبا واحتلوا بفلسطين، وكما يقاوم الآن العرب الفلسطينيين في الأرض المحتلة فلسطين يقاوم الآن الصهاينة. وبعد ذلك المقاومة الشديدة اللي لقاها نابليون بونابرت في عكا اضطر أنه نابليون ينسحب ويرجع ويعود إلى مصر. أعزائي التلاميذ، التعليل الآخر يقول: ما هي أسباب ظهور الاستعمار وخاصة الأوروبي واحتلاله للوطن العربي في القرن 18 الميلادي؟ أنه ظهر الاستعمار الأوروبي في على الوطن العربي في القرن 18، وأسباب ظهور هذا الاحتلال هو زيادة الإنتاج الصناعي بسبب التقدم الذي حققته أوروبا في القرن 18 الميلادي، مما دفع الدول الأجنبية الصناعية إلى البحث عن مستعمرات لتصريف إنتاجها الزائد، والبحث أيضا عن المواد الأولية اللي تحتاجها الصناعة. وكان وطننا العربي خير سوق لتصريف هذه المنتجات، وأيضا كثرة المواد الأولية اللي موجودة في أرضه، فلهذا توجهت أنظار المستعمرين نحو الوطن العربي. أبنائي الطلبة، الآن مع مجموعة من التعاريف. عرف الاستعمار: هو سيطرة الدول القوية على أراضي شعب من الشعوب والتحكم بمصيره واستغلال مواقعه وموارده الاقتصادية وخيراته من غير مراعاة مصالح الشعوب الأصلية. ثانيا، نابليون بونابرت، وهو قائد الحملة الفرنسية على مصر، وذلك في العام 1798 ميلادية. بعد احتلاله مصر توجه نحو فلسطين لاحتلالها، ولكن وصل إلى مدينة عكا ففشل هنا في احتلالها بسبب المقاومة الشريفة للشعب العربي الفلسطيني هناك. ثالثا، سليمان الحلبي، وهو مناضل سوري قتل نائب نابليون بونابرت الوالي على مصر ويدعى كليبر، وعين الجنرال مينو قائدا للجيش الفرنسي بعد مقتل كليبر. رابعا، كليبر،
هو قائد الجيوش الفرنسية في مصر، قتل على يد المناضل العربي سليمان الحلبي. نأتي الآن إلى تعريف السنة 830 ميلادية، وهي السنة التي احتل فيها الفرنسيون الجزائر. وقد تمكنت من احتلال الجزائر نظرا لتفوقها العسكري من حيث العدد والعدة والأسلحة. سادسا، القائد عبد القادر الجزائري، وهو قائد المقاومة العربية في الجزائر، وظهر بعد احتلال القوات الفرنسية في الجزائر، وامتاز بقوة الإرادة وحسن التنظيم، وتوفي في العام 1883 ميلادية عن عمر ناهز 76 عاما. سنة 1839 ميلادية، وهي السنة التي احتل فيها البريطانيون مدينة عدن والسيطرة على طرق الملاحة ما بين الشرق والغرب. نأتي الآن إلى شخصية مصرية كبيرة، وهو الخديوي إسماعيل، وهو حاكم مصر الذي أغرق مصر بالديون المالية بالمصارف الأوروبية، فجعلها غير قادرة على التسديد، فهيئ الفرصة لبريطانيا للتدخل في شؤون مصر الداخلية. الخديوي توفيق، وهو ابن الخديوي إسماعيل، عين بدل أبيه الخديوي إسماعيل لأنه كان أكثر استجابة للمصالح الأجنبية. أحمد عرابي، وهو قائد الثورة العربية في مصر، وهو ضابط، وهو ابن فلاح مصري، عرف بشجاعته الفائقة ووطنيته المتحمسة في مقاومة الاستعمار البريطاني، وتمكنت بريطانيا من إلقاء القبض عليه وحكم بالإعدام، ثم استبدل بالنفي المؤبد إلى جزيرة نائية في المحيط الهندي، وهو أول من جلب شجرة المانجا إلى مصر من منفاه. محمد بن أحمد المهدي، وهو زعيم سوداني أسس حركة عرفت بالحركة المهدية في السودان في العام 1881 ميلادية، وقاد الثورة ضد الاستعمار البريطاني، والتف حوله الشعب محققين انتصارات ضد الحملات البريطانية التي أرسلت لقمع ثورته، ولكنها باءت بالفشل. أما الشخصية الوطنية الأخرى فهو محمد عبد الكريم الخطابي، وهو قائد الحركة الوطنية في المغرب، قاد ثورة الريف في شمال المغرب ضد المحتلين الإيطاليين، وهو ابن أسرة معروفة في منطقة الريف، ساهم أبوه في الحرب ضد الإسبان، فأكمل محمد مسيرة ومهمة والده محققا انتصارات في البداية، لكن بعد التحالف الإسباني الفرنسي ضده قضي على ثورته ونفي في جزيرة نائية في المحيط الهندي. تعريف آخر هو اتفاقية سايكس بيكو، وهي الاتفاقية السرية التي عقدت في عام 1916 ميلادية، والتي قسمت المشرق العربي بين فرنسا وبريطانيا، فأصبح نصيب فرنسا سوريا ولبنان وشمال العراق، وأصبح نصيب بريطانيا وسط وجنوب العراق وفلسطين. تعريف آخر هو وعد بلفور، وهو الوعد المشؤوم الذي أقره وزير خارجية بريطانيا ويدعى بلفور إلى روتشيلد أحد زعماء الحركة الصهيونية، سمح لبريطانيا بإعطاء وطن قومي للصهاينة في فلسطين على حساب تشريد آلاف من الشعب الفلسطيني من أرضه ودياره. أما التعريف الآخر فهو سان ريمون،
وهو مؤتمر عقد في عام 1920 نظم فيه شؤون الانتداب، فوضع العراق وفلسطين تحت الانتداب البريطاني، ووضعت سوريا تحت الانتداب الفرنسي. تعريف الصخرة، وهو العمل في المعسكرات البريطانية بدون مقابل. نأتي الآن إلى تعريف جديد علينا جميعا، وهو الانتداب، وهو نوع من أنواع الاستعمار، وتوضع بموجبه البلدان التي انتزعت من الدول المغلوبة تحت سيطرة وإشراف الدول الغالبة في الحرب العالمية الأولى، بحجة مساعدتها على النهوض لتطوير أوضاعها الاقتصادية والسياسية لتصبح قادرة على حكم نفسها بنفسها. أنتقل بكم إلى تعريف آخر، هو ثورة عام 1920. أعزائي، وهي من أهم الثورات في العراق، كان سببها المباشر اعتقال الشيخ شعلان أبو الجون شيخ عشيرة الظوالم، السبب المباشر لقيام ثورة العشرين في العراق. الثورة السورية الكبرى، وهي الثورة التي حدثت في سوريا عام 1925، بدأت من بلدة السويداء، وتقع السويداء جنوب سوريا، وشملت جميع المدن السورية احتجاجا على مقررات مؤتمر سان ريمو الذي وضع سوريا تحت الانتداب الفرنسي. أما تعريف السويداء أعزائي التلاميذ، فهي بلدة تقع جنوب سوريا بدأت منها الثورة السورية، وذلك عام 1925. ما هي أسباب الاحتلال البريطاني لمدينة عدن؟ الجواب، وذلك بسبب موقعها المسيطر والمشرف على طرق الملاحة ما بين الشرق والغرب، واتخاذها قاعدة لمواجهة القوى المنافسة لها والمتمثلة في فرنسا. أقل بكم إلى تعريف آخر، هو البطل عمر المختار. أعزائي، عمر المختار هو قائد الحركة الوطنية في ليبيا ضد الاحتلال الإيطالي. ولد هذا البطل في عام 1862 ميلادية، قاتل المحتلين الإيطاليين وكبدهم خسائر كبيرة وفادحة، ويعد طبعا بعد مقاومة شديدة وقوية وقع هذا البطل أسيرا بيد المحتلين، وأودع السجن وحكم عليه بالإعدام في عام 1931، وأعدم رغم تجاوز عمره 70 عام، وهذا منافي للقانون الدولي. أعزائي التلاميذ، كان البطل مكبلا بالسلاسل لكن على وجهه ابتسامة الرضا بالقضاء والقدر، كان وجهه يتهلل باستبشارا بالشهادة في لحظاته الأخيرة، كان يؤذن بصوت خافت أذان الإسلام، ويتمتم بالآية القرآنية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، صدق الله العظيم. أعزائي التلاميذ، ليجعل مسك الختام حياته البطولية، وبعد دقائق صعدت روحه الطاهرة، روح الطاهرة، روح البطل عمر المختار إلى بارئها، ليجعلها مسك الختام، ختام حياته البطولية، وتشكو روحه الطاهرة، تشكو إلى ربها عند الظالمين وجور المستعمرين. أعزائي التلاميذ، عدم عمر المختار وكان عمره أكثر من 70 سنة، وهذا منافي للقانون الدولي. القانون الدولي لما يبلغ الإنسان عمر كبير يسجن مدى الحياة، لكن حتى الإيطاليين تنافوا وتغالطوا على القانون الدولي وأعدموا هذا البطل عمر المختار اللي لقبناه بأسد الصحراء. وبنهاية حياته تقريبا توقفت العمليات الجهادية في ليبيا. في نهاية برنامجنا سين جيم، أحب أن أشكر الست فاطمة اللي شاركتني في تقديم الأسئلة والأجوبة لهذا اليوم، وإن شاء الله نلتقيكم في حلقة جديدة، وختاما نتمنى لكم النجاح الدائم.